عالم يعيش أزمات ويعيش أيضاً حرباً مستمرة في أوكرانيا. شهدت فرنسا بالأمس الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وكما كان متوقعاً أفرزت الانتخابات صورة معادة ومتوقعة. الرئيس إيمانويل ماكرون سيواجه غريمته القديمة مارين لوبان. ماكرون كان يأمل بأن يكون أكثر ثقة بالفوز، خاصة بسبب حرب أوكرانيا التي حاول الرئيس الفرنسي الشاب أن يظهر فيها بمظهر القائد الأوروبي. لكن الفوز في الدورة الثانية ليس مضموناً، هذا ما قاله ماكرون شخصياً. أما نحن في صباح العربية فسنهتم بالجوانب المجهولة نوعاً ما من قصة وشخصية ماكرون ومنافسته لوبان. للمزيد ينضم إلينا من باريس الزميل ليث بازاري مراسل صباح العربية. يسعد صباحك يا ليث. ماكرون في مواجهة لوبان، عادت المواجهة القديمة الجديدة، حدثنا أكثر عن شخصية الرئيس ماكرون أولا. منورين يا صبايا، واحدة لابسة أخضر عرب الجزائر بلدها، واحدة لابسة أحمر وأسود، وإذا انضم إلى الأخضر بصير ألوان عرب فلسطين. فلسطين. ماغيون لوبان. باختصار يا ليث، باختصار احنا لابسين أعلام ألوان أعلام كل الدول العربية، صح؟ صح، ما هي دايما تشمل الأخضر وأحمر وأسود. صحيح 100%. بس احنا مش لابسين ألوان العام الفرنسي، لازم نكون حياديين بالانتخابات. على كل حال، ماغين لوبان اسمها الحقيقي ماغيون، فعند ولادتها لم يعطها ابوها جو ماغي لوبان الاسم الاول ماغين، لكنه اشار الى ثلاثه اسامي ماغيون وان وبيغين، وتم اختيار الاسم الاول ماغين لوبان اي لماغيون. تسكن ماغين لوبان مع صديقتها إنغريد بعد ما اكتشفت أن أولادها كبروا وصاروا بيشتغلوا، فقررت أن تسكن مع هذه الصديقة اللي اسمها إنغريد. استحبها والدها هذا الشيء الصادم جو ماغين لوبان إلى مشرحة لرؤية شخص قتل نفسه في حادث سيارة، وكان الهدف من هذه الزيارة الغريبة والفريدة لهذه المشرحة طبعا هو أن تتعلم الطفلة مارين احترام الموتى. حتى يعني لو ماغين أنكرت اليوم مفضلة أن تزرع صورتها لأم مثالية محاطة بأبنائها، إلا أنها من محبي القطط بشكل كبير، تعيش مع قطة تتخيلوا. جابت ماغين لوبان النوادي الليلية الباريسية خلال شبابها وفقا لروايات العديد من الشهود. يعني صديقتها المقربة ماغي إغبي قالت إنها كانت لطالما أحبت مارين التجول في النوادي الليلية بين المشاهير. بالرغم من ميولها العنصري ضد الأجانب في فرنسا، سنة 1992 أدت ماغين لوبان اليمين وأصبحت محامية، وأقسمت بضمان استمرار المثول الفوري أمام الغرفة 23 لمحكمة باريس. وللمفارقة وجب عليها أن تدافع عن العديد من المهاجرين غير الشرعيين، وهنا صرحت لا أرى التناقض، هناك بشر ولديهم حقوق ولن يعني لن ننسب إليهم سياسة الهجرة. في عام 84 غادرت والدة لوبان اللي هي بيغيت لوبان فجأة منزل العائلة لتختبئ مع عشيقها في ضواحي مدينة تولوز جنوب فرنسا، وهنا بدأت الفضائح العائلية تنتشر في الإعلام الفرنسي، وقررت ماغين أن تقاطع والدتها لمدة 15 سنة. وسنة 2005 غضبت ماغين لوبان بعد نشر مقابلة مع والدها في جريدة غيفاغول الأسبوعية، طبعاً هي الصحيفة التابعة لليمين الفرنسي المتطرف آنذاك، مستحضراً الاحتلال الألماني ونافياً أن يكون هذا الاحتلال غير إنساني. فأخذت ماغين لوبان نائبة رئيس الحزب اليميني المنتخبة البالغة من العمر 37 سنة آنذاك إجازة من سلطات الحزب المتطرف، وأوشكت أن تعتزل السياسة. تخيلوا العام ذاته أي 2005. وعام 2012 خسرت رئيسة الجبهة الوطنية ماغين لوبان 12 نقطة من شهادة قيادتها، شهادة السواقة، إثر يعني هي متهورة بالحياة، يعني هي متهورة بالحياة، هي متهورة بالحياة ومتطرفة في السياسة، هيك نفهم.
وبتحب البسس يعني القطط كمان. مش بس يعني هيك يا ريت بس هيك انتهى الأمر يا نادين. يعني حاولت إلغاء تعليق شهادة قيادتها أمام القاضي موضحة أنها لم تكن هي التي تقود السيارة بل سائقها، لكن محكمة ليل شمال البلاد رفضت طلبها. وفي الحملة الانتخابية هذا منيح خبر منيح إلنا برضو، في الحملة الانتخابية لعام 2017 خسرت مارين لوبين 12 كيلو جرام لتبدو أو تظهر بشكل أفضل. أكيد أنت مش شايفها، إحنا شايفينها، بس إنه لفت نظري هلأ عم بتساءل أنا وسهام. شخصية كرتونية للأطفال كانت مسكتها. بدكم نحكوا عن بدكم رئيس ماكرون، بدكم نحكي عن إيمانويل ماكرون؟ تفضل. شو اللي ما بنعرف عن ماكرون يا ليث؟ هناك شو ما بنعرف عن ماكرون يا نادين، هناك الكثير اللي ما بتعرفوه عنه. أولها عازف بيانو محترف، يعني زميلنا وسام ممكن يصير رئيس يوما ما. عندما كان صغيرا تلقى إيمانويل ماكرون دروسا بالعزف على البيانو في المعهد الموسيقي في أميا، وانتهى به الأمر بالحصول على الجائزة الثالثة في المعهد الموسيقي في هذه المدينة. وهذا وخلال فترة وجوده في الحكومة وزيرا للاقتصاد أطلق عليه زملائه لقب موزار الإليزي. طبعا لطالما كان إيمانويل ماكرون قريبا جدا من جدته التي كان يسميها منات، ويصف بعض أقاربه هذه العلاقة بأنها غير مسبوقة وقوية للغاية. يعني هل هذا يبرر زواجه من 2013 تلقى مكالمة طارئة من زوجته؟ هل هذا يبرر زواجه من زوجته؟ هلا بنحكي عن الزواج، طولي بالك يا نادين من لضيق الوقت. يا ليث احكي لنا المهم بالأول. هلا تسمع بس كل كلامك كثير حلو وانترستنج فعلا. طبعا انه يعني كان إيمانويل حلم إيمانويل ماكرون أن يصبح كاتبا قبل دخوله السياسة بوقت طويل، وعمل كتاب عن أمريكا الجنوبية قبل ذلك. ومنذ أن تصدر عناوين الأخبار من خلال الصراخ في ميكروفونه في نهاية لقائه في باريس في 10 ديسمبر الماضي، استدعى إيمانويل ماكرون محترفا وهو المدرب الأوبرالي على الغناء جون فيليب لافون لتلقي دروسا في الأداء، ويقوم بجلسات من العمل على التنفس أو قراءة نص أثناء محاولة الإبطاء أو الإصرار على كلمة أو طبعا كلمة رئاسية، أو التفكير في الروابط والوقفات حتى غناء النص أثناء إلقاء كلماته الرئاسية. وخلال السنوات التي قضاها في ليسي دي لا بروفيدونس في أميان شارك إيمانويل ماكرون في دروس المسرح. وفي هذا الوقت هلا نحكي عن الزواج، وفي هذا الوقت يعني أحب معلمته الفرنسية كان اسمها بريجيت ترونيو، وهي سيدة فرنسا الأولى اليوم. لكن ما لا نعرفه أن ابنة بريجيت التي كانت تبلغ من العمر 16 سنة من جيل إيمانويل ماكرون آنذاك شاركت أيضا في دروس المسرح، ومن المفارقات أنه تزوج الأم ولم يتزوج الإبنة. وإذا كان كل شيء اليوم يسير على ما يرام بالنسبة للمرشح وزوجته، فإن بدايات علاقتهما لم تكن سهلة، يعني خاصة فيما يتعلق أسرة إيمانويل ماكرون التي كانت تواجه صعوبة كبيرة في تقبل الاختلاف في العمر. لقد حاولوا أهل ماكرون كبحها آنذاك، وقرر والدا إيمانويل ماكرون مقابلة بريجيت وطلب منها عدم رؤية ابنهما حتى يبلغ سن الرشد، كما تقول آن فيلدا. اسم الله عليك يا ليث، يعني حكواتي في الشهر الفضيل في شهر الكواليس أكثر. نعم نسمع قصص عن المرشحين أكثر من ما نسمع عنها بوسائل الإعلام، ودائما تعرفوا بيكون الأضواء مسلطة عليهما خصوصا في هذه الفترة بين الجولة الأولى والجولة الثانية. وبوعدكم بالجولة الثانية رح نجيب أخبار تانية عنهم. بس باختصار أكثر يا ليث، نحن بنشكرك كثير كثير على هالمعلومات الحلوة، وشكرا جزيلا ليث بزاري. شكرا ليث.